مشاهدي لوسيت تي في، مرحبا بكم. هذا الشهر المبارك كيتزامن مع فترة الامتحانات، فلذلك نصائحي اليوم موجهة للطلبة. في وجبة الفطور تفرقوا صيامكم بثلاثة ديال التمرات مع اللوز ولا القرقاع وكاس الماء، شرط ما يكونش بارد، والماكلة تكون تدريجية لأن ملي كناكلو دقة واحدة كيجي النعاس. نحاولوا ما أمكن نقلوا من أتاي والقهوة حيث كيفيقوا المدة قليلة، ولكن من بعد كنحسوا بالخمول خاصة من بعد الأكل. نعوضوهم بالتيزان ديال البابونج اللي غيعاونوا على تهدئة الأعصاب. ديما تحطوا حداكم طبق من الفواكه الطرية والجافة وكذلك الشكلاط الأسود حيث كيعاون على إفراز هرمون السعادة. أحسن وقيتة تقدروا تراجعوا فيها دروسكم هي ساعة مور الفطور أو لا مور وجبة السحور، حيث كيكون الجسم في كامل التركيز ديالو. وأهم حاجة اللي غتخليكم في كامل التركيز ديالكم هو النعاس. نعسوا على الأقل 6 سوايع وما تفوتش 8 ديال السوايع. وتقدروا تاخذوا مع السحور خبز كامل مع الجبن وفواكه طرية. ونصيحتي للطلبة اللي كيعانيوا من سكري أو أمراض أخرى يستشروا الطبيب ديالهم ويتبعوا نظام الحمية الغذائية الخاصة بهم. والله يوفقكم، فطور شهي وإلى حلقة مقبلة.